السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة اللي صراحة غادي تعجبهم اللي غتشوفوا البداية ديال لا فيديو. ما تخلعوش، راه الفيديو طبيعة الحال دائما الإفادة، فيديو مفيد إن شاء الله، يعني في نفس السياق وفي نفس المحتوى اللي مولفة كنحط. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحاجه اللي اكتشفتها وعجبتني بزاف، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش مع اخواتي الغاليات اللي بطبيعه الحال ما كنقولش بلي كلشي ما عارفهاش، ولكن كاينه واحد الفئه اللي غتكون ما عارفاش كيف بحالي انا، لان هذا الاسبوع عاد طحت على هذه القضيه هذه، وقلت علاش كل مره كنبقى نمشي الايكيا، وحنا كلنا كنحماقوا نتقداو من ايكيا، كيعجبونا المنطمات ديال ايكيا وكيعجبنا السولد اللي كدير ايكيا، راه ولاو العيالات حتى رجالاتنا ولينا بليناهم بهذا الشيء هذا، ولاو حتى هما حاضين السولد، حاضين التخفيض في ايكيا. فاليوم جبت لك كيفاش ديري تقضي من وسط دارك، كيفاش تختاري انت وراجلك داكشي اللي بغيتو من وسط دارك، وتقدري الا ما كنتي ماشي موتوريزي، ما عندكش ترونسبور، ما عندكش طوموبيل، اولا ترونسبور عندك ما ميسرش، تقدري تقضي وتشري من وسط دارك وتليفري لك ايكيا حتى لباب دارك، يعني طرق سهله جدا ايكيا. صراحه درت هذه القضيه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي بعاد، حتى خارج كازا، الناس اللي بعاد يعني خارج الدار البيضاء، بالنسبه للناس اللي داخل الدار البيضاء ليفريزون كاينه في كاع البلايص، وفي اي بلاد كنتو فيها يكفي انكم تكتبوا حدا ايكيا البلاد اللي نتوما فيها، كل شيء متاح ان شاء الله. وصراحه قلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى نتوما تستافدوا. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في لي ديتاي، اول حاجه كديروها كتمشيو لجوجل كتكتبوا ايكيا ماروك، الا كنتو في فرنسا مثلا غديروا ايكيا فرنسا، اي بلاد كنتو فيها غديروا ايكيا ديك البلاد، مفهوم؟ غادي نديروا ريغيرش، نضغطوا على ريغيرش، غادي تبان لينا هاد الباج، غادي نمشيو لايكيا ماروك، اول اختيار غيبان لينا كيف ما كتشوفوا، هادي لا باج داكوي، هادي هي الصفحه ديال الاستقبال ديال ايكيا، كتعطيكم فيها يعني كتساراو كتشوفوا فيها الجديد، كتشوفوا التخفيض اللي كاين، كتشوفوا المده ديال التخفيض، كتكتشفوا المنتجات اللي دايره فيها تخفيض اللي هو زوين، وانتم كتساراو كيف ما بغيتوا. كيف ما كتشوفوا هنايا يعني منطمات، اي حاجه بغيتوها كتكليكيو عليها، تضغطوا عليها تدخلوا تشوفوا التفاصيل، كيعطيكم حتى التاريخ ديال يعني الثمن اللي غيبقى، المده ديالو اللي غيبقى فيها كيعطوها لك، الجديد كيكتبوها لك بالاحمر، يعني كنسلكك والقدره الشرائيه ديالك يعني مساعدك انك تشري، راكي كتضغطي على المنتج وكتشريه. كنتي بغيتي حتى تمشي تساري في ايكيا بالضبط يعني في اللوكال تمشي، يعني كتكوني واخده فكره. مهم هذه هي لاباج داكوي، بلا ما نطولوا فيها، يعني مثلا بغيتوا تختاروا مثلا هاد تيغواغ، هذا زوين صراحه انا عجبني والثمن ديالو جاني مناسب، يعني كيعطيوكم افكار. مثلا غنضغطوا على هاد تيغواغ، غنضغط عليه ضغطه، هو غيدخلني لهاد التيغواغ هذا يعطيني كاع المعلومات عليه. ها انتم كيعطيكم هنا عطينا 6 ديال الصور، غنتسارى ونشوفوا هاد التيغواغ كيفاش داير، كيعطيكم لي ديتاي كيفاش مصنوع، كيقربوا لكم المنتج، كيعطيكم فين تقدروا تستخدموه في كاع الاماكن اللي ممكن تستخدموها، وكيفاش كيجي ملي كتجمعوا فيها كحويجات، وكيعطيكم حتى المقاسات بالضبط بالنسبه لاي سيده بغات تعبر واحد البلايصه عندها في الدار وتشوف واش غادي تلقى منظمه لديك البلاصه، تقدري تدخلي اي حاجه عندك العبار ديالها هنايا وتشوفي واش مناسبك ولا ما مناسبكش. وهنايا عندك ملي كيكون عندك هاد البلاصه هذه بالزرق وكيكتبوا لك شراء عبر الانترنت، انا راني دايره بالعربيه، تقدروا تغيروا ديروا بالفرنسيه، يكفي انكم طلعوا لها ثلاثه النقيطات اللي هنا وغتضغطوا عليهم وغتضغطوا على تخادفيغ، هما كيعطيوكم انكم تحولوه للفرنسيه الا بغيتو. هنا هو غادي يتحول ليا اوتوماتيكمون للعربيه لان انا رده بالعربيه. هنا كيف ما قلت لكم هاد التيغواغ هذا يعني كيعطيوكم جميع المعلومات، الا كان بالزرق يعني راه متوفر في ايكيا، الا ضغطوا راه تقدروا تشريوه، الا ما بغيتوش يعني كفي انكم تعرفوا راه كاين في ايكيا، بلا ما تبقاو تمشيو وما تلقاوش ديك البياسه. بحالي انا كنمشي جوج مرات حتى تحت على هاد القضيه هذه، عاد وليت كنقلب غير هنا، يعني ملي كتلقاوها بالزرق راه غتمشيو، سواء مشيتو لايكيا غتلقاوها، سواء خديتوها من هنا راه غتجيكم حتى للدار.
كيف ما قلت لكم الريفيرونس ديال المنتج كتلقاوه هنا، في حاله مثلا ما كاينش لقيتوه هنايا، انا نوريكم كيفاش تعرفوا بانه ما كاينش في ايكيا في ستوك، كيفاش كتلقاو هذه البلاصه. الا ما لقيتوش يكفي انكم تسجلوا هذا الريفيرونس، هذا الرقم التسلسلي ديال هذه البياسه، كتسجلوه كتمشيو لايكيا مثلا، كنتو غاديين على غرض اخر كتمشيو كتسولوا على هذا الريفيرونس وقتاش غادي يجي لايكيا بالضبط، كيعطيكم لا دات اكزاكت يعني التاريخ بالضبط فوقتاش غادي يجي لايكيا، فكتكونوا موجدين على اساس داك النهار غتمشيو تاخذوا هذيك البياسه سورتو ملي كيكون التخفيض. هنا كيعطيكم وصف المنتج، كتدخلوا كيعطيكم المنتج مناش مصنوع، عاطينكم لي ديتاي عليه، وهنا كيعطيكم المنتجات المرتبطه بهذا المنتج هذا، يعني الحويجات اللي غادي في نفس السياق يعني منظمات، كتلقاو التأثمنة ديالها، كتلقاو يعني تضغطوا عليها تلقاو معلومات حتى هي فيها، يعني بلا ما نطول عليكم بحال هاد المبل هذا غزال، واخا الثمن شويه باليه طالع، المهم تلقاو بزاف ديال الحويجات بحال هذا. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، هنايا كتلقاو هذاك المنتج اللي دخلنا ليه في الاول فين تقدروا تستخدموه عاوتاني، تقدروا تزيدوا تبينوا اكثر مثلا، الا ضغطوا على هذه غتلقاو منتجات كثيره هانتوما. المهم هادشي فيما يخص مثلا شي منتج ضغطتوا عليه ودخلتوا ليه، مثلا بغيتوا نتوما قاصدين واحد المنتج بغيتوا تمشيو ليه، مثلا خاص مثلا بلي بلانت بدوك النباتات وداكشي اللي في ايكيا بغيتوا تعرفوا الجديد فيها، يكفي انكم تضغطوا هنا غادي يجيكم غاتجيكم هاد الصفحه هادي، هانتوما كتلقاو هنايا داكشي اللي بغيتو، المبيعات، حلول ميسوره، التكلفه، المنتجات، اي حاجه بغيتوها، حتى من المطعم الا كنتو باغين تمشيو باغين تاكلوا مثلا في المطعم كتدخلوا كتكتشفوا بزاف المعلومات على المطعم وخدمه الزبائن حتى هي، تدخلوا تشوفوا ليفريزون، تدخلوا تشوفوا كل شيء. مثلا انا غادي نمشي للمنتجات، غادي نختار هنا مثلا الموبل او لا لي بلانت او لا، مثلا ما لقيتش داكشي اللي بغيت هنا غنمشي لاوتر يعني المزيد وحدين اخرين، زعما غنلقى مثلا هاي بلونت كاشبو مثلا غنضغط عليها غيدخلوني ثاني الاختيارات وحدين اخرين، مثلا بغيت انا بلونت اي فلور حيت انا كيعجبوني لي فلور ولي بلونت ديال ايكيا، وتشوفيك ما كاينش تخفيض، انا شكون اللي كيزعمنيش عليهم هما الاثمنه كتكون طالعه، بعض المرات راه كيديروا تخفيضات زوينه، انا بعدا طحت في شي بنات خداو شي حويجات باثمنه، يعني كون طحت انا في ديك الساعه ما غنترددش غنهزهم ناخذهم. ندخلوا البلونت اي فلور غنضغطوا عليها، غندخلوا غادي نلقاو لي بلونت اللي في ايكيا كاملين، كتلقاو الاثمنه ديالهم الجديد الا كان، هنا كيف ما كتشوفوا هو الجديد، بحال دابا هذه ب 14 درهم ونص، زوينه صراحه زوينه ب 14 درهم ونص، كتلقاو اي حاجه بغيتوها هنا غتضغطوا عليها غادي تدخلوا، بحال دابا مثلا هذا الجديد هذه اللي لقيتها ب 14 درهم ونص غنضغط عليها غادي ندخل، ها هي البلونت كيفاش دايره في الاول، هذاك اللي محطوطه فيه راه غير كاشبو يعني نتوما كتعاودوا تاخذوه من بعد. المهم لا بلونت اللي كتاخذوا ب 14 درهم ونص هي هذه الشكل ديالها، هنا كتدخلوا كتلقاو ها هي مديرينها في هذا الكاش هذا، صراحه جات زوينه، تقدروا ديروها في استعمالات واحده اخرى، هي البلونت كيقربوا لكم كيفاش دايره، هو راه صناعي ولكن سبحان الله كيبان بحال طبيعي. المهم حطينا غير ثلاثه ديال الصور هنايا، هانتوما هنا تقدروا تشريوها، الا ضغطوا فهي كتنضاف لهاد السله هادي، ها هي السله عندكم واحد السله هنايا كتجمعوا فيها كاع داكشي اللي بغيتوا، مثلا انا ديجا حاطه فيها واحد تيغوار، الو غادي الا ضغطوا هنا في شراء عبر الانترنت ف نضغطوا ندير معكم هاد التجربه واخا انا ما غنشريش، هانتوما غنضغط غنتسنى، ها هما كيعطيوك بزاف ديال الحويجات، مثلا ها هما لي كاشبو، تقدروا تضغطوا على تختاروا عاوتاني حويجات وحده اخرى تضيفوها للسله، ها هي السله هانتوما بحال دابا هذه ب 45 درهم، هذه ب 29، يعني كتلقاو هذا لي فاز بحال دابا هذا ب 43 درهم، زوين صراحه شفتو كبير يعني عاطي المنظر زوين، يعني كاين بعض الوحدين اللي انا كيبانوا لي بان الثمن غالي كنتسناهم زعما حتى يرخصوا، بحال هذا ب 75 درهم ولكن راه كيجي نازل كيجي طويل، بحال هاد الساعة ب 23 درهم حتى هي زوينة. المهم ملي كتكملوا يعني كتختاروا من بعد كتمشيو
هاي داروا لنا اجوتي، راه نضافت هاي كما كتشوفوا ولات عندي في السله جوج، ما اختاريتش شي حاجه اخرى معاها يعني، صافي خليتها غير هي كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نرجع، بغيتي تختاري وانت كتختاري وهما كيضيفوا لك في السله، انت كتختاري وهما كيضيفوا لك في السله حتى كتكملي. من بعد مثلا صافي ساليت من لي بلونت، بغيت نمشي مثلا بحالي انا بغيت نمشي لديك البلونش ادي كوبي ديال الكوزينه، ديك الخشبه اللي كنقطعوا عليها انا ديجا. انتم هنايا ملي كتقلبوا على حويجات راهم كيحطوهم لكم لتحت، ملي كتهبطوا لتحت كتلقاو داكشي اللي كنتو كتقلبوا عليه كله كاين لتحت كما كتشوفوا هنايا. انا راني قلبت على 14 بياسه هنايا، منهم هاد البلونش هادي مثلا انا غنضغط عليها، كتلقاو مثلا كتلقاوهم غاليين كتعاودوا تدخلوا لهم مره مره كتشوفوا ياك ما طاحوا في الثمن، ياك ما بقاوش في ايكيا بلا ما تمشيو ليهم. بحال دابا انا هاد جوج بياسات هادو، هاد الشبكه وهاد هاد البياسه هادي ديال اللي كنغسلوا فوق منها الماء، يعني هي اللي كتابسوربي داك كتمص داك الماء، ما كتخليش في البلون دو طرافاي، ما كتخليش لك داك الماء دايع هكا في البوطاجي. من بعد كتحطيها كتعلقيها كتنشف. مثلا غنقلب على هاد البياسات، نتوما كتقلبوا عندكم الاختيارات هنا كيف ما بغيتوا، قلبوا مع راسكم تساراو اللي ما شريت نزه، كتاخذوا فكره على الاثمنه وشنو الحاجه اللي غتزعموا تاخذوها وشنو اللي ما تزعموش. بحال دابا انا ديجا قلبت على هادو، غنعاود نقلب معاكم على هاد البلونش نشوفها واش رخاصت ولا لا. هي هادي كيعطيوكم الثمن ديالها، باقه 249 وانا جاتني غاليه 249، وكنت سمعت واحد السيده خداتها غير ب 130 ولا مرات 120 درهم، فانا الا لقيتها بهذاك الثمن غادي ناخذها. كما كتشوفوا هنايا هما كيعطيوكم الاستعمالات ديالها، وهي صراحه صحيحه مصايبه بالبامبو بداك الخشب ديال البامبو، صراحه زوينه. وشفتها انا دهنوا لها غير الزيت ولات كيف ما كانت في الاول، واخا كيقطعوا عليها واخا كلشي. وهنا عاطينكم عرض ثلاثي الابعاد، الا ضغطوا عليه غيعطيكم هاد البلونش وهي تدور، يعني كتشوفوها من جميع الزوايا كيفاش دايره. هما كيخلوها هكا كدور اوتوماتيكمون تدور هكا حتى كتشوفوها من جميع الزوايا كيفاش دايره. نرجعوا فين كنا، هذه غندخل نشوف واش كاينه ولا ما كايناش، نتمنى نلقاها هاد المره. ها هما الالوان اللي فيها، وها هما كيعطيوكم الاستعمالات ديالها كيفاش تستعملوها. هنا كتعلقوها كتنشف، انت كتحطوها تحت الشبكه هنايا كتجي زوينه كهي كتشرب داك الماء. بحال دابا انا عندي واحد الشبيكه بحال هذه صغيره، يعني نحطها من تحت منها بلا ما يبقى هكا الماء فوق البوطاجي. هادو هما الاستعمالات ديالها، وللاسف البنات باقا ما كايناش في ايكيا. ملي كيعطيوكم هاد البلاصه هادي بالكري، هنا الترجمه بالعربيه ترجمه حرفيه ما واضحاش، فبالفرنسيه كيكتبوا لك ايبويزي، ايبويزي يعني نفذات من ستوك، ما كايناش في ستوك. ها هي كاتبين لكم حاليا غير متوفر للتسليم، اذا باقا ما كايناش. والثمن ديالها 29 درهم يعني رخيصه صراحه، ناخذ حتى جوجات. وكيعطيوك معاها شي حويجات اللي مرتبطه بها، بحال هادي عاجباني ولكن جاتني غاليه، بحال هذا الثمن ديالو جاني مناسب، راني ديجا خديت منه دابا نبارطاجي معاكم. بحال هذا انا خديت واحد صغير ما عرفتش واش نفس الـ العبار ولا لا، خديته انا غير ب 45 ما عرفتش واش تزاد في الثمن ولا ما عرفتش. المهم نتوما كتقلبوا وكتلقاو داكشي اللي بغيتو. بحال هاد الطقم هذا ب 85 درهم، كاين شي حويجات اللي هما زوينين، يكفي انكم تقلبوا. من بعد ما كتختاروا كما قلت لكم اي منتج كتلقاو الريفيرونس ديالو، من بعد ما كتختاروا داكشي اللي بغيتو كتجيو لهذيك السله، لهاد السله هادي كتضغطوا عليها فكيحطوا لكم دوك المنتجات اللي نتوما اختاريتو. بحال مثلا هاد المنتج هو اللي اختاريت معكم دابا، ديجا انا كنت مختاريه واحد راني درت ليه سوبريمي، هو داك التيغواغ اللي وريتكم في الاول ديجا درت ليه سوبريمي، باقي ما سوبريماوش من السله ما عرفتش علاش. المهم هنا ملي كيطلع لكم هكا كتضغطوا على هاد انت امر، المهم انا غادي نرجعها بالفرنسيه باش يجي واضح اكثر. ها انت باسي الكوموند، ملي كتباسي الكوموند تضغطي عليها تدخلي تتملئي المعلومات العنوان التليفون بزاف ديال الحويجات كتملئي المعلومات ديالك. المهم هذه هي الطريقه، نتمنى ان هذا الشيء اللي عطيتكم يفيدكم، وتعرفوا دخلوا غير تعرفوا بعدا شنو كاين في ايكيا قبل ما تمشيوا ليها. واللي ما بغاش يمشي كيف ما قلت لكم يكفي انه يتقضى
من هذا الموقع اللي سهل علينا المأمورية. فكنتمنى التوفيق لأي وحدة قلبت على شي حاجة تلقاها وتلقاها بالتخفيض وتلقاها بطبيعة الحال متوفرة. وهنا يا البنات بالنسبة لليفريزون أو التوصيل، هادو هما المعلومات. راه ملي كتدخلوا كتلقاو خدمة الزبائن أو لا، مهم كتبحثوا، إلا بقيتوا كتقلبوا راه كاع المعلومات غادي تلقاوها. هانتوما شوفوا هنا التوصيل، المعلومات كلها محطوطة هنا، يكفي أنكم تقراو هاد الشي. بالنسبة هنا هما حاطين لكم بأنه يعني الخدمات ديال إيكيا، يعني ليفريزون اي مونتاج 200 درهم، يعني ليفريو ليكم ويمونطيو ليكم البياس كداش ما بغى يكون 200 درهم كيف ما كتشوفوا. وإلا كان هنايا غير غادي يجيو غير غيليفريو ليكم 100 درهم، يعني شحال ما شريتو. وهنايا المونتاج حتى هو ب 100 درهم اللي غادي يمونطي ليكم، يجي عندكم لادريس اللي نتوما غتعطيوه، يعني ما يليفريوش ليكم، ولكن السيد اللي غيجي يمونطي ليكم غتعطيوه 100 درهم. المهم هادو هما المعلومات، وكاين معلومات كتر، غير هو لا فيديو غادي تجي طويله بزاف الا جيت عطيتكم لي ديتاي. يكفي انكم تدخلوا كيف ما قلت لكم وقلبوا مع راسكم وبحثوا هذاك الشكل الاسئله اللي نتوما محتاجين لها الاجابات، غادي تلقاوها في هذا الموقع هذا. اذا بالتوفيق ومع السلامه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله، مع السلامه.